عقدت الدورة الرابعة من مشاورات الأمن في شمال شرق آسيا بين الصين وروسيا عقدت بعيد المشاورات، وأصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا قالت فيه إن أقدام الولايات المتحدة على نشر صواريخ ثاد في كوريا الجنوبية سيضر بشكل خطير بمصالح الأمن الاستراتيجية في الدول المجاورة بما فيها الصين وروسيا. وأشار البيان إلى معارضة روسيا الشديدة لهذا التحرك، وأنها ستفكر بشكل إيجابي في تعزيز التعاون مع الصين إزاء العوامل السلبية في تطورات الوضع. ووفقا للبيان الصادر عن الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، فإن الصين وروسيا تشعران بالقلق حيال قرار الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بنشر نظام ثاد المضاد للصواريخ في كوريا الجنوبية، والذي من شأنه أن يؤثر سلبا على التوازن الاستراتيجي الإقليمي والدولي. كما شدد البيان على أن هذا السلوك لا يتفق مع النصوص المعنية للبلدين بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية، ويضر بشدة بالأمن الاستراتيجي في الدول المجاورة بما فيها الصين وروسيا، ما يجعل الوضع في شبه الجزيرة الكورية أكثر توتراً.